الخطوة الأولى نحو استلام أرباح من اليوتيوب هو حساب الأدسنس. ما هو حساب الأدسنس وكيفية إنشائه ومعلومات أخرى نغطيها هذا اليوم مع فيديو جديد. أهلا بكم. السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم أحبابي المتابعين الكرام. وصلني طلب من بعض المتابعين حول كيفية إنشاء حساب أدسنس، واليوم إن شاء الله حنبين الطريقة الصحيحة لإنشاء حساب أدسنس بالعراق وبقية البلدان، حتى نبدأ أو تبدأ بربط قناتك اليوتيوب بالحساب وتبدأ بكسب أرباح من اليوتيوب. طبعا أتمنى منكم دعم القناة بالاشتراك واللايك وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد. بداية خلينا نتعرف على الأدسنس. شنو هو الأدسنس؟ الأدسنس هو حساب يتم إنشائه وربطه بقناة اليوتيوب لغرض كسب بعض المال من الإعلانات، لكن أمر كسب الأموال هو مو بهذه البساطة. أولاً يحتاج أن تحقق شروط اليوتيوب، واللي هي حالياً أن يكون عندك 1000 مشترك بالإضافة إلى 4000 ساعة مشاهدة يعني فعلياً. إذن حتى تنشئ حساب الأدسنس ندخل على الجوجل كروم، نفعل عرض سطح المكتب الديسكتوب سايت، وندخل على اليوتيوب. الآن بالنسبة للعراق كان سابقا ما مرخص له بالأدسنس، لكن الآن أصبح مجاز ومرخص. كذلك حساب الأدسنس الآن يدعم العربية بصورة كاملة. حتى نقوم بتسجيل الدخول، يعني لتسجيل حساب الأدسنس، خلينا نقوم بتسجيل الدخول للقناة اللي تم إنشائها مسبقا. أما إذا ما كان عندك قناة فيجب أن تنشئ القناة أولا ثم تنشئ حساب الأدسنس ثانيا. إذن من استوديو مبدعي المحتوى القناة تم تحقيق الدخل، ونختار الاشتراك في أدسنس وموافق التالي، ونختار نفس الحساب الخاص بالقناة. طبعا الإملاء والواجهة بالعربية بالكامل، ونختار البلد مثلا العراق، ونخلي المعلومات الصحيحة للعنوان ورقم الهاتف وكذلك الرمز البريدي. طبعا بالنسبة للرمز البريدي هذا خاص بكل دولة وكل مدينة أو قضاء أو مقاطعة، فحتى نحصل عليه لازم نتأكد من أقرب مكتب بريدي لنا، ونقوم بعد ذلك بإدخال المعلومات الصحيحة. طبعا ملاحظة مهمة، لازم تكون كل معلوماتك صحيحة 100% حتى ما يعني يسبب لك مشاكل بالمستقبل. سطر العنوان تخليه العنوان يكون يعني العنوان الصحيح اللي انت ساكن به حاليا، لانه اذا خليت العناوين غير مطابقة بعد ما راح تقدر تغيرها بالمستقبل، او يكون صعب جدا تغييرها. طبعا بعد هذا حتستلم رسالة تأكيد على الهاتف الرقم اللي خليته بحساب الأدسنس، وتقوم بإدخاله، وتجيك يعني يجيك إيميل تأكيد، وانتهى الموضوع. مبروك عليكم حساب الأدسنس من الهاتف ودون الحاجة إلى كمبيوتر وغيره. إذا بعد ذلك مثل ما ذكرنا يحتاج أنه تنتظر إلى أن تحقق شروط الربح من اليوتيوب، واللي هي حاليا 4000 ساعة مشاهدة بالإضافة إلى 1000 مشترك، حتى تبدأ الإعلانات بالظهور طبعا على قناتك. إذن أصدقائي الأعزاء، إذا كان لديكم أي سؤال أو استفسار حول الأدسنس وإنشائه وطريقته، أو إذا كان لديكم مشكلة في مكان معين بهذه الخطوات، لا تترددوا بالتواصل ويانا، فقط اتركوا السؤال أو الاستفسار بخانة التعليقات وإن شاء الله نرد على جميع الأسئلة. لا تنسون مواصلة دعمنا بالاشتراك واللايك والمشاركة التعليق
كل هذه الأمور تشجعنا على التواصل وياكم. شكرا لكم على حسن المتابعة، وطبعا إذا كان لديكم طلب شرح معين، أي شرح كان، فقط أيضا اتركوه بخانة التعليقات. شكرا لكم على حسن المتابعة، ونلتقي وياكم إن شاء الله بشروحات أخرى. في أمان الله.